ملخص ما في هذه الرسالة أنها تشكو من مرض جلدي، لأنها كلما توضأت زاد ذلك المرض، وحينئذ تضطر باستعمال بعض المراهم. هل تلك المراهم تحول دون وصول الماء إلى البشرة؟ أم أنه يجزئها التيمم والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في المراهم علاج لهذه الحساسية فإنها تستعملها ولا تمنع من صحة الوضوء، لأن الماء يجري على العضو ولا يمنعه المرهم، إنما الذي يمنع الماء ويتجمد على الجسم ويكون له حجم كثيف يمنع وصول الماء من الجلد، هذا هي الممنوع. أما الأدهان فإنها لا تمنع وصول الماء من البشرة، فلا حرج عليك في استعمال المراهم والوضوء وهذه المراهم على الأعضاء. نعم.